Bonjour mes amis, j'espère que vous allez toujours très bien. Aujourd'hui c'est samedi et je vous souhaite un bon week-end. Notre leçon aujourd'hui, c'est une conversation entre un patient et un médecin. Nous sommes toujours dans un cours français avec Amoufadil, le niveau A2. Niveau A2. صباح الخير وتحياتي لكم، وأتمنى أن تكونوا دائما بخير وصحة جيدين. درسنا لهذا اليوم هو يعني مقابلة أو محادثة في عيادة طبيب، بين طبيب وبين المريض. هذا الدرس يعني ممكن أن يعلمنا كثيرا، فيه مفردات، فيه مصطلحات، فيه تعابير يمكن استخدامها مع الآخرين في التحدث معهم، في تحسين لغتنا بشكل عام. بداية أود أن أشكر جميع المشتركين والمشتركات في القناة، وأشكر بشكل خاص كل من يساعدني في التعريف بقناتي هذه. وهناك مواقع جميلة جدا في شتراسبورغ وفي نيون تساعدني كثيرا في نشر هذه الدروس، فشكرا جزيلا لها، وشكر خاص لكل من يعرف هذه القناة للآخرين. إذا تحية لكل المشتركين، الدعوة للجميع لمن لم يشترك في القناة أن يشترك في القناة، الاشتراك مجاني، تفعيل الجرس، تفعيل اللايك، التعليقات إن وجدت، وهكذا نستطيع معا أن نستمر ونقدم ما يمكن لنا أن نقدمه لكم. فالدروس أيضا بحاجة إلى تحذير وإلى تدقيق أيضا، وهذا يأخذ جهدا أيضا كبيرا منا. إذا درسنا لهذا اليوم يبدأ بسؤال. السؤال هو Qu'est-ce qui ne va pas؟ Qu'est-ce qui ne va pas؟ إذا ما الذي ليس على ما يرام؟ بما معنى ما الذي ليس على ما يرام؟ Qu'est-ce qui ne va pas؟ يعني فرضا أحدنا عاد إلى البيت وهناك يعني داخل البيت طربقة وهوسة وطربقة ولا يعرف ما الموضوع، فإذا ممكن نسأل مثل هذا السؤال Qu'est-ce qui ne va pas؟ أو أي في أي مكان آخر عندما لا نعرف ما يحدث أمامنا ممكن أن نسأل Qu'est-ce qui ne va pas؟ ما الذي ليس على ما يرام أو ما الذي يجري هنا؟ إذا المريض، نبدأ بالمريض. المريض يشتكي ويقول من المريض يشتكي من ألم في حلقه. إذا هنا، إذا يقول جي مال على غورش. إذا على غورش، لا غورش هو اسم مؤنث بما معنى الحلق. جي، إذا جي هو التصريف الأول لفعل افواغ، فعل التملك. إذا جي مال، أنا أشتكي، أنا أتألم. على غورش دوبوي يير سوار، منذ مساء أمس. منذ مساء أمس، دوبوي هو يعني adverb ظرف زمان. لو أردنا أن نعطي تعريفا له ممكن نقول هو لو ديبي، هو بداية، لو بون دو ديبار هو نقطة انطلاق، دان لو تان في زمن، ها دين اكسيون في زمن لعمل ما. إذا المشتكي هنا يقول دوبوي يير سوار، هو فعلا حدد يعني منذ مساء أمس. Je ne peux rien manger. لاحظوا هذا التعبير الجميل الذي يفيدنا كثيرا عندما نحن نكون غير قادرين على تناول الطعام، على الحركة، غير قادرين على التكلم. إذا ممكن أن نستخدم هذا التعبير Je ne peux rien. إذا je peux، أنا أستطيع، أنا أقدر، لكن je ne peux لا أستطيع، rien manger يعني لا أستطيع أن أتناول على الإطلاق، rien manger. je ne peux rien bouger، لا أستطيع على الإطلاق الحركة، لا أستطيع على الحركة على الإطلاق. je ne peux rien parler، لا أستطيع على الكلام. إذا هذا التعبير جميل جدا في اللغة الفرنسية. هناك سؤال Vous avez de la fièvre؟ إذا الطبيب يسأل Vous avez de la fièvre. La fièvre هي الحمى. إذا اسم مؤنث لا،
إذا الحمى يعني ارتفاع درجة الحرارة. هذا السؤال ممكن أن يصاغ بأشكال أخرى، يعني بأن نضع الفعل أولا ثم الضمير الشخصي، يعني نقول avez-vous de la fièvre، إن كان لديك حمى. الجواب من المريض je n'ai pas pris ma température، je n'ai pas pris ما تمبيراتور. ما هي إحدى أدوات يعني صفات التملك؟ possessive adjective. تمبيراتور أيضا اسم مؤنث، لا تمبيراتور بما معنى درجة الحرارة. je n'ai pas pris، لم أخذ أو لم أقيس، أقيس درجة حرارتي، ما تمبيراتور. لاحظوا هنا نحن في جملة نتحدث هنا قواعدين في زمن الباسي كومبوزي. هناك فعل مساعد في هذه الجملة وهو فعل avoir et j'ai وهناك أيضا le participe passé التي هي هنا pris المشتقة من فعل prendre. prendre هو في زمن au présent زمن الحاضر يأخذ. الباسي passé participe passé له هي pris يعني لم أأخذ. إذا أنا أتحدث الماضي. إذا je n'ai pas pris ma température، لم أخذ قياس لدرجة حرارتي. المريض يقول mais، لكن je ne crois pas، لا أنا لا أعتقد. je ne crois pas، لاحظوا أنه وضع ne و pas فنفى الجملة، الجملة هنا منفية. إذا قال je crois أنا أعتقد، ولكن هو قال je ne crois pas أنا لا أعتقد. إذا هذا التعبير أيضا ممكن نحن أن نستخدمه، يا إما je crois أو je ne crois pas أنا لا أعتقد ذلك. الطبيب قال bon حسنا ouvrez la bouche. لاحظوا أنني وضعت لكم الكلمات الصحية الطبية باللون الأصفر وبكلمات بحجم كبير. إذا la bouche ouvrez la bouche، la bouche عفوا لابوش هو أحد أقسام الجسم وهو الفم. إذا الطبيب يقول له أوفغي افتح. إذا هناك صيغة قواعدية، الطبيب يستخدم صيغة الامبيراتيف صيغة الأمر. هو لم يقل له أوفغي فو لابوش، لم يقل له أوفغي فو فوتر بوش افتح يعني فمك من فضلك، لم يقل له أوفغي لابوش افتح الفم. إذا صيغة الأمر صيغة امبيراتيف. وي الطبيب يقول وي vous avez la gorge un peu rouge، un peu قليلا، rouge هو اللون الأحمر. إذا الطبيب لاحظ أن هناك احمرار ولكن بشكل قليل في منطقة الحلق. vous avez la gorge un peu rouge. طبعا المريض وقع عليه هذا الخبر موقع الحزين الحزن، فقال له كيسكو جي دكتور. إذا سؤال كيسكو جي دكتور، ماذا عندي دكتور؟ ثم أضاف سي غاف. سي غاف يعني نطلقها كسؤال، صيغة سؤال عندما نريد أن نعرف إن كان هذا الأمر خطيرا، إن كان هذا الأمر يعني له أضرار كبيرة علينا، فنقول سي غاف. الجواب من الطبيب نو نو سي ني با غاف، سي ني با غاف. إذا هذا هو جواب الطبيب، ليس الأمر خطيرا بهذه الدرجة. الطبيب يشرح فيقول إن ليجير إيريتاسيون، إن ليجير إيريتاسيون. ليجير هو يعني أجكتيف، هي صفة بمعنى خفيفة. إيريتاسيون هو تهيج. إذا هناك تهيج خفيف في منطقة الحلق. إن ليجير إيريتاسيون. ثم الطبيب يقول سيتو، هذا هو كل شيء. إذا مجرد تهيج خفيف في منطقة الحلق، أونت سيتو، وهذا كل شيء. الطبيب يعود إلى استخدام لغة الأمر مع المريض فيقول له بيفي اشرب. لم يقل له بيفي فو سيل فو بلي، لم يقل له بيفي اشرب. اذا صيغه الامبيراتيف دي لي شو افيك دي ميل. اذا دي لي شو افيك دي ميل، حليبا ساخنا مع عسل.
لربما يعني جميعنا عندما كنا صغارا نتذكر، وخاصة في أيام الشتاء الباردة والأمطار، عندما كنا نمرض، فالجدة إذا كانت موجودة في البيت دائما كانت تنصح: اشرب حليبا ساخنا وضع فيه ملعقة عسل. إذا هذا كان دواء لجدتنا، والظاهر أن هذا الشيء موجود عندهم في اللغة الفرنسية. فالطبيب يقول له: ستين بون غسيت، إن بون غسيت، وصفة جيدة. غسيت هي الوصفة، وبون هنا أجكتيف، هي وصفة جيدة. دو غران مير، للجدة. غران مير، للجدة. المريض يسأل سؤالا فيقول: اي با دو ميديكامون، اي با دو، ألا يوجد ميديكامون، ألا يوجد يعني دواء، يعني في هذه الوصفة التي أنت تنصحني بها لا يوجد دواء، لا تعطيني دواء. طبيب: جو فو مي، جو فو مي. إذا الفعل هنا مي مصرف حسب التصريف في الشخص الأول، جو مي، وهو مشتق من فعل ميتر، ميتر يضع. إذا جو مي أنا أضع، جو فو مي أنا أضع لك. لاحظوا هذا الضمير، يعني المقصود به المريض. جو فو مي ان سيروب بور لا كورش، ان سيروب مشروبا للحلق. سير لوردونانس، لوردونانس هي يعني بنفس المعنى لغسيت، الوصفه التي يكتبها الطبيب. لوردونانس سي فو فولي، اذا انت اردت. لاحظوا ان السي هنا هي اداه شرط، ربما تكون جازمه يعني لازم. ها سي فو فولي، اذا انت اردت. سي فو فولي ممكن ايضا نحن ان نستخدمها عندما مثلا نقول لاحدهم يعني انا سالتقي بك مثلا الساعه كذا في مكان كذا. سي فو فولي مثلا اذا انت اردت، او انا اتلفنك اخابرك اتصل بك في الساعه كذا. سي فو فولي اذا انت اردت ذلك. أخيرا المريض يقول: ميرسي دكتور، ميرسي دكتور، جو فو دوا كومبيان. إذا المريض يسأل سؤالا: جو فو دوا كومبيان. كومبيان بمعنى يعني كم، هنا يعني المقصود به السعر. جو دوا يجب علي، جو دوا، دوا إذا هو مشتق من فعل دوفوار، يجب، دوفوار يجب. جو فو دوا، إذا وضعنا الضمير الشخصي هنا فو بين الفاعل جو وبين الفعل دو دوا، إذا للدلالة على الطبيب. إذا ميرسي دكتور، جو فو دوا كومبيان، يعني بما معناه كم أنا مدين لك. يعني هذا السؤال لربما هو غريب عندنا نحن في النمسا، نحن لا نسأل يعني هذا السؤال، لأنه لكل شخص موجود في النمسا هناك تأمين صحي مضمون له، للصغير للكبير يعني للنساء للرجال للجميع، للمتقاعد للجميع لديهم يعني تأمين صحي، ولا ندفع للطبيب، ولكن مؤسسة الضمان الصحي هي التي تدفع، وهذه المؤسسة هي تستقطع جزءا مبلغا يعني من رواتبنا الشهرية. إذا السؤال الأخير كان: Je vous dois combien؟ إذا ممكن هذا السؤال أيضا أن نطرحه على الآخرين إذا كان علينا أن ندفع لهم. Je vous dois combien؟ ممكن. إذا Je dois peut-être ربما 60 أورو مثلا. أتمنى يعني أن أكون قد وفقت في هذه المهمة الصعبة. لا ليست صعبة، وقد وصلت إليكم المفردات والتعابير والقواعد بشكل سهل، وأصبح يعني أمامكم درسا سهلا. أتمنى أن تستفيدوا جميعا، وأن أرى ذلك من خلال اللايك إذا كانت هذه الدروس تعجبكم. إذا تحياتي لكم بلا استثناء، وشكر للجميع، وشكر لكل من يساعدني في النشر ويفعل الجرس واللايك والتعليقات وغيرها. إذن إلى اللقاء في درس جديد. Au revoir et à bientôt.